إذن متابعي قناة شوفت بقناة الشعب، الآن اللاعبي ديال فريق المغرب التطواني ويوسفية برشيط يلتحقون بأرضية الملعب للقيام بالحركات التسخينية قبل خوض هذا اللقاء المهم. الإشارة متابعينا الكرام، فاللاعبي ديال يوسفية برشيط فهم التحقوا بمدينة طنجة في آخر اللحظات عبر رحلة بالبراق نقلتهم من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة طنجة مباشرة، حيث كانت تنتظرهم حافلة الفريق اللي قامت بنقلهم مباشرة إلى مدينة تطوان، حيث كان اللاعبين مصممين على مقاطعة اللقاء بسبب المنحة وباقي الأقساط المالية الأخرى اللي كانوا كيسالوها اللاعبين للإدارة. نذكركم متابعينا الكرام بأن اللقاء ديال نهضة بركان ضد أحد فرق الجراء السوء، ففريق الجراء السوء فهو انسحب من اللقاء، وبالتالي ففريق نهضة بركان فهو يتأهل مباشرة إلى النهائي، نهائي كأس اتحاد إفريقيا ضد نادي الزمالك المصري أو ضد الشقيق المصري الزمالك. إذا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هادو هما اللاعبين ديال فريق المغرب التطواني اللي كيقوموا بالحركات التسخينية قبل خوض هذا اللقاء المهم. نمشيو متابعينا الكرام نشوفوا يعني الترتيب ديال البطولة الاحترافية. لكلا الفريقين سواء فريق المغرب التطواني أو كذلك فريق يوسفية برشيط، فبالنسبة للفريق المغرب التطواني متابعينا الكرام فهو عنده 33 نقطة، بينما يوسفية برشيط يقبع في الرتبة الأخيرة ب 19 نقطة. ففريق المغرب التطواني يحتل الرتبة التاسعة، بينما يحتل يوسفية برشيط الرتبة الأخيرة ب 19 نقطة. وإليكم الترتيب المؤقت للبطولة المغربية. الجيش الملكي بعد خوض الجولة 27 فهو عنده 64 نقطة، الرجاء الرياضي فهو عنده 60 نقطة، ويعني إذا فاز في الجولة 27 فغادي تبقى نقطة وحيدة بينه وبين المتصدر الجيش الملكي. الرتبة الثالثة نهضة بركان 43 نقطة، لعب 25 مقابلة. الوداد الرياضي في الرتبة الرابعة ب 40 نقطة، لعب 26 جولة. الفتح الرباطي في الرتبة الخامسة ب 39 نقطة. أولمبيك أسفي في الرتبة السادسة ب 38 نقطة. الرتبة السابعة الاتحاد الرياضي التوربي 37 نقطة. الرتبة الثامنة نهضة زمامرة ب 34 نقطة. الرتبة التاسعة المغرب التطواني ب 33 نقطة. الإشارة متابعينا الكرام، ففريق المغرب التطواني بحدود الآن يعني يلعب يعني الجولة 25، وبالتالي يعني تنقصه مقابلتين، والانتصار ديال اليوم متابعينا الكرام فهو غادي يحتل به الرتبة الثامنة. بالنسبة لحسنية أكادير فهي عندها 30 نقطة. المغرب الفاسي 29 نقطة في الرتبة 11، مر الرتبة 12 اتحاد طنجة 29 نقطة، الرتبة 13 شباب السوالم الرياضي 27 نقطة، الرتبة 14 شباب المحمدية 24 نقطة، وكذلك مولودية وجدة 24 نقطة، بينما يقبع في الصف الأخير يوسفية برشيط ب 19 نقطة. إذا هذه
يعني الترتيب ديال البطوله الاحترافيه متابعينا الكرام. نذكروا بموعد المقابله ديال فريق المغرب التطواني ويوسفيه برشيد، فغادي تلعب في حدود الساعه 9 ليلا هنا فوق ارضيه ملعب سانيتر. الإشارة متابعينا الكرام، فالخبر ديال لاعب برشيد يمتنعون عن السفر إلى تطوان ويهددون بالاعتذار، يعني كان حديث مجموعة من المواقع الإلكترونية اللي قالت اللي كتقول بأن لاعبي فريق يوسفية برشيد فهما كانوا يهددوا بمقاطعة مباراة الفريق أمام مستضيفيه المغرب التطواني، ورفض وكانوا اللاعبين يعني رفضوا أنهم يسافروا صوب مدينة تطوان بسبب مطالبهم بالتوصل بمستحقاتهم المالية العالقة في ذمة إدارة النادي، وكان خصهم يعني هذه المصاريف تكون كاملة بعد صرف راتب الشهرين الماضيين، وكانوا اللاعبين أنهم امتنعوا في البداية على يعني الصعود إلى الحافلة من أجل السفر إلى تطوان لمواجهة الماتش، من بعد ما حضروا إلى المكان المحدد وانتظروا لوقت طويل من أجل التوصل بمستحقاتهم المالية والتي تخص 11 منها، وغادروا اللاعبين ديال يوسفية برشيد في اتجاه منازلهم مهددين بعدم السفر إلى تطوان وخوض المباراة والانسحاب منها، مما يعني يظهر متابعينا الكرام يعني الوضع الذي يعيشه الفريق بعد فض الشراكة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية يوم الاثنين الماضي. وكان هذا القرار يعني أتى بعدما وقع نور الدين البيضي بصفته مدير للشركة الرياضية على قرار صرف المنح المتأخرة، لكن عبد الرحيم الجميلي صاحب التوقيع الثاني بالشركة رفض القيام بالمثل بسبب الصراع القائم بين الطرفين. هذه يعني بعض المعطيات الخاصة بفريق يوسفية برشيد قبل أن يأتي الفرج ويتم إقناع اللاعبين بالسفر نحو مدينة تطوان لخوض هذا اللقاء المهم. بطبيعة الحال فالمغرب التطواني يلعب الجولة 27 بينما ينتظر لاعب مقابلة مهمة عن الجولة 26 ضد فريق نهضة بركان. إذن فريق المغرب التطواني فعنده مقابلة ناقصة بينما فريق يوسفية برشيد فهو يحتل الرتبة الأخيرة في مؤخرة ترتيب البطولة الاحترافية. إذن كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، اللاعبين يقومون بالحركات الإحمائية والحركات التسخينية قبل خوض هذا اللقاء المهم عن الجولة 27 من البطولة الاحترافية إنوي، واللي غادي تجمع بين فريقي المغرب التطواني ويوسفية برشيد. Thank you.
رجعوا المتابعين الكرام لمهزلة الجارة السوء اللي حاول أنه يخلط الرياضة بالسياسة والنتيجة، واللي غادي تكبدها إحدى فرق الجارة السوء وهي الحرمان ديالو من المشاركة في البطولة أو المنافسات الإفريقية على الأقل لمدة 3 إلى 4 سنوات إلى جانب العقوبات المالية. والسبب متابعينا الكرام يعني بعض اللحظات يعني حتى الكلمات تعجز عن تفسير ما يقوم به كبرانات الجزائر أو الجارة السوء من تصرفات يعني حاطة من كرامتهم ومن طريقة تفكيرهم. فهنيئا مرة أخرى لنهضة بركان بالتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي اللي غادي يجمع ما بين فريق نهضة بركان المغربي والزمالك المصري الشقيق. يعني كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام لازال اللاعبين يقومون بالحركات الإحمائية قبل بداية هذا المقابلة اللي غادي ينطلق في حدود الساعة 9 ليلا، أي لا تفصلنا عن بداية هذا المقابلة سوى تقريبا 20 إلى 21 دقيقة. إذن لحظات قليلة متابعينا الكرام واللاعبين غادي يرجعوا المستودع الملابس من أجل خوض هذه الجولة 27 عن البطولة الاحترافية إنوي هنا فوق أرضية ملعب صنيعة النمل. هذه الشاشة الإلكترونية التي أصبحت تزين ملعب صنيعة النمل. بطبيعة الحال فهذه المقابلة متابعينا الكرام فيقاطعها الفصيلين المساندين لفريق المغرب التطواني لوس ماتادوريس وسيمبري بالوما أو الفوندو النورتي، والسبب هو لاعب ديربي الشمال بدون جمهور. مدرجات ملعب صنيعة النمل فهي شبه فارغة باستثناء المنصة الشرفية اللي فيها بعض المساندين لفريق المغرب التطواني. الشيء الجميل غادي نحاول متابعينا الكرام فتقريبا هذا شعارنا الخالد الله الوطن الملك، كذلك الخريطة المغربية من طرجة العالية إلى الكويرة الغالية أصبحت تزين جميع الملاعب الوطنية. شكرا للجارة السوء اللي غادي تجعل العالم كله يعرف مدى يعني إصرارها وتعنتها على دعم جبهة انفصالية ضد فئة الوحدة الترابية للمملكة المغربية خارقة بذلك كل الأعراف، أعراف حسن الجوار، أعراف المسلمين، أعراف الأخوة والعروبة والنخوة، وبذلك أبان كبرانات الجارة السوء عن مدى التفكير المنحط والغبي الذي يسيرون به ويفكرون به
إذن كيف قلنا متابعينا الكرام اللي كتشاهدوا معنا من خلال التصوير من خلال البث المباشر، فالخريطة ديال الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة أكثر من 12 قرنا من الوجود، وهي أول مملكة لازالت قائمة بإفريقيا وثاني مملكة لازالت قائمة على مستوى العالم. إنها المملكة المغربية الشريفة وشعارنا الخالد الله الوطن الملك من طنجة العالية إلى الجويرة الغالية. إذا نرجعوا متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تابع قناة الشعب للأجواء ديال قيام لاعبي فريق المغرب التطواني ويوسفية برشيد بالحركات التسخينية قبل خوض هذا اللقاء المهم، يعني الجولة 27 من البطولة الاحترافية. في انتظار ذلك متابعينا الكرام ابقوا معنا من خلال مباشر آخر وكذلك من خلال التركيز على الخريطة ديال الوحدة الوطنية اللي ستتوسط دخول اللاعبين وكذلك بشعارنا الخالد الله الوطن الملك.